المسيح مشاهدينا، حلقة جديدة من نور جديد على نور الشرق، اليوم 3/5/2017. بيبدأ فيها فقرتنا فقرة طبية مع الدكتور نادر الغريب، أخصائي بأمراض القلب والشرايين، تنحكي أكثر اليوم عن موضوع رفات القلب أو البالبيتاسيون كاردياك. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور نادر الغريب مرة جديدة بنور جديد. أهلا وسهلا فيك. اليوم أول شيء حضرتك طبيب بتحكم بمستشفى الروم، نعم؟ أي نعم. اليوم موضوعنا رح يكون رفات القلب أو البالبيتاسيون كاردياك، فيك تفسرنا بالبداية شو منقصد بالبالبيتاسيون كاردياك؟ هلا هو التاب يعني كلمة نعم. بالبيتاسيون أو بالعربي رفت قلب، هي كلمة بتشمل كل شيء معقول واحد يحسه من دقات بالقلب. الشخص أو الإنسان بس يحس فيها، نعم، في يكون عم يقصد فيها انه انا عم بحس بانه قلبي عم بدق بسرعه، في يكون عم يحس بضربات قلب قويه انما مش سريعه، في يكون عم يحس بدقات قلب فيهم مثل تقطيش. يا جماعه هودي كلهم بيشملهم كلمه رفه قلب او بالبيتاسيون. نعم. وهون المهم بالموضوع انه الواحد يقدر يميز بين وحده من هودي الاشياء، انه هل يا ترى اذا هي قصه دقات قلب سريعه اللي عنده اياها المريض، او دقات قويه، او دقات سريعين مش منتظمين، او دقات مش منتظمين اما مش سريعين، لانه كل وحده بلا دليل معينه. اوكي، رح نشرح عوارض كل وحده من هيدول الاربع انواع اللي ذكرتون، ورح نتوسع اكثر فيهم. فبالبدايه فينا نحكي عن دقات القلب ذكرت السريعه. اوكي، سو شو العوارض تبع دقات القلب السريعه؟ هي بس يكون يعني هون المهم الكيسيونير انه بس نسال المريض، يعني هو عم نحكي عن التشخيص، عن التشخيص لا. يشرحنا مزبوط شو عم بحس، لانه كثير بتفيدنا هيدي يعني التشخيص بس ناخذ ونعطي مع المريض لحتى نعرف نعمل اورينتيشن، شوف كيف بدنا نوجه الايفالويشن تبعنا، يعني كيف بدنا نعرف شو سبب هالدقات القلب السريعه. هاي اول شغله. مثلا اذا الواحد عم بيقول عم بدق قلبي بسرعه، مثلا المهم نعرف اول شيء امتى بتصير، باي حالات، بس يكون مريض لنحسب يعني شو الاسباب اللي شو الاسباب اللي بتؤدي مثلا لدقات القلب. هل يا ترى كان عم يشرب قهوه او اشياء، عم يشرب الكول او او عم بيعمل مجهود، او صارت معه قاعد، او صارت معه فجاه، يعني الحالات يلي بتخليها تبين. واحد المهم نعرف كمان بس تصير معه شو بيصير معه بذات الوقت، يعني بيصير قلبه دق بسرعه، بيصير يحس حاله دخان، رح يغيب عن الوعي، بحس بوجع صدر، بحس ب يمكن يعرق، عرق بارد مثلا، نعم. او شيء من هالنوع. اذا بتصير معه هو واقف على فتره طويله ولا هو وقاعد، اذا بتصير معه بالليل هو نايم الصبح او بالنهار، او بس يعمل مجهود ولا لا، قد ايه الوقت اللي تمتد فيه دقات القلب. هلا اكيد كمان بهمنا كمان نعرف اذا تبلش فجاه وتبلش عمالها بتخف عمالها، او تبلش بسرعه وبتخلص بسرعه، هودي كلهم مهمين. كمان بعدين كمان قد ايه بتصير معه، نعم. يعني اذا بتصير معه مره بالنهار، او مرتين ثلاثه بالنهار، او مره كل جمعتين ثلاثه، او مره بالشهر، هودي كلهم مهم نعرفهم على اساسها بنقرر انه والله هيدا شيء بيخوف ولا لا، او شيء المفروض نعمل له فحوصات زياده ولا لا. قد ايه العمر بيلعب دور بدقات القلب؟ يعني اليوم كل واحد باي عمر معين هو معرض انه يكون عنده دقات قلب سريعه؟ هلا اكيد بكل عمر كل انسان معرض، نعم، بكل الاعمار، انما حسب العمر مرات بتفرق شو اسباب، شو هي اسباب هالدقات القلب السريعه. نعم. يعني مثلا اذا اجي حدا عنده صغير بالعمر، مثلا شاب او صبيه بال 20 25 30 سنه، هل دقات القلب السريعة بيكون سببها شيء؟ فيها تكون مثل مثلا من مشكلة غده، او مشكلة فقر دم، او ستريس، او تعصيب، او شيء من هيك، او مرض بحالات معينه، مشكلة بكهرباء القلب. نعم. بينما اذا اجى عمر الشخص عمره 70 80 سنه عنده مشاكل قلب او شيء من هالنوع، ساعتها هالاسباب هالدقات القلب السريعة فيها تكون شيء ثاني كليا، فيها تكون مشكلة بكهرباء القلب، ان المشكلة بتكون غير المشكلة اللي بنعاني فيها على صغر. نعم. يعني نحن ذكرنا كذا نوع، هلا المريض ايمتى بده يعرف انه هو عنده دقات قلب هي مرضيه؟ يعني هل ما كل ما يحس بدقات قلب بده يروح عند الطبيب، او في العوارض معينين اللي هن رح يدلوا انه لا لازم يتوجه عند الحكيم، وهيدا نوع دقات القلب هو رح يكون باثولوجيك؟
يعني مثل ما قلنا بالاجمال هو حسب العمر اول شيء. يعني الاجمال بتخوف اقل عند الصغير بالعمر، بتخوف نعم اكثر عند الاكبر. الشغله الثانيه هي انه يلي عنده اياها مثلا عم بيصير معه عوارض مزاجي، مثلا حدا صارت معه وغيب عن الوعي، يعني هذا اكيد بده يروح يشوف دغري ليش صارت هالخبريه. في عالم بيجوا لعنا غيب عن الوعي، عمل اكسيدان سياره دغري مثلا، او ما حس ما تذكر شيء من اللي صار معه، او في عالم ما عنده مشاكل ستريس بحياته ولا شيء، وبس صارت معه مثلا بصير يوجع صدره، او بصير يضيق نفسه كثير، او شيء من هالنوع. او يعني اذا صار بتصير معه بحالات انه عم بحس قلبه كثير عم يدق بسرعه، وعم بيصير معه مضاعفات عم بتاثر على حياته، نعم يعني بيدوخ، بطل قادر يتحرك، بطل بيزوغ عيونه، بطل قادر يخفي شغله. هيدي كلها اشياء بتخلينا نعمل نقول انه لا، هذا الشخص لازم ناخدها بجديه هالخبريه، ونروح نعمل انفستيجيشنز، يعني فحوصات لنشوف شو المشكله. اذا اجى عندنا شخص انه بتصير معه فجاه بكونتكست ستريس وتعصيب، بتضل شوي صغيره بيرتاح بيروق وبتروح، هيدا يعني ساعتها بنكون يعني اكيد بدنا نعرف اذا في سبب اورجانيك، يعني في مشكله بكهرباء القلب او شيء هيك، بس هيدا بنكون خايفين اقل علامه من هداك الشخص التالي. ذكرت انه اهم شيء بفتره التشخيص انه المريض يقول لك شو عم بحس، دقات قلب سريعه، دقات قلب خفيفه. هلا قد ايه صعبه هون اوقات المريض بحالته يقدر مزبوط يشخص الوضع اللي هو عم بحس فيه؟ هل في فحوصات اضافيه بتعملوها تقدروا تعرفوا شو الحاله اللي هو فيها؟ هلا اكيد مثل ما حكيت بالاول انه كثير مهم الكيستيونير، يعني نسال المريض شو عم بحس على المزبوط، لانه هيدي كثير بتفيدنا للفحوصات اللي بدنا نبقى نعمل له اياهم. كمان بهمنا نعرف بس تصير معه قد ايه بتضل، اذا بضل 5 دقائق ولا 5 ثواني ولا ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، وكل قد ايه بتجي، يعني اذا بتجي مره بالجمعه ولا مره بالنهار ولا مره بالشهرين ثلاثه، ليه بتفرق؟ لان نوعيه الفحص اللي بنستعمله لهالموضوع بتفرق. يعني كمان اذا بتجي مثلا بس يعمل مجهود ولا شيء، يعني اذا عندنا مريض مثلا بيقول لك انا بتصير معي بس اعمل مجهود، نعم ساعتها يمكن هذا المريض فينا دغري نروح نعمل له تخطيط مجهود او تخطيط جهد او ستريس تيست بنسميه، لانه نعتبر انه معقول يبين معنا بس يعمل مجهود. نعم. اذا حدا بيقول لك بيعمل انا بتصير معي مره كل مره بالنهار او مرتين بالنهار، سو هذا الشخص فينا نقول له انه بدنا نعمل لك شيء اسمه هولتر، يلي هو تخطيط للقلب على 24 ساعه، دونك هيدا بس على الارجح اذا مزبوط عم بتصير معه مره مرتين بالنهار وقال لك انه صارت معه بهال 24 ساعه، سو بس نعمل له هولتر يلي هو تخطيط على 24 ساعه، نعم فينا نلقطها للمشي دقات القلب السريع. في عالم بيقول لك انا بصير معي مره بالجمعه، ساعتها بنعمل لهم شيء مثل الهولتر مثلا، هو ايفنت مونيتور، يعني يعني ماشين بتتعلق بيكبس على الزر، بس تصير معه ساعتها بتراقب الحركه، بيلقط، بيعمل ريجستريشن، يعني بيعمل ريكوردينج الماشين لقصه الدقات القلب السريعه. هلا في عالم بيقول لك انا بتصير معي مره كل جمعتين ثلاثه بس بتصير معي شي ساعه زمان، هيدا في معقول تكون صعوبه انه نلاقي لها، خاصه في الا مكانات برا عندنا اياهم مش موجودين بلبنان بعد، فينا يعني نعطيها الماشين وهي بتعمل ريكوردينج عند الحاجة، بيكبس هو الزر مثلا، نعم. بس تصير معه بيلقطها. وانما اذا مش قادر، اذا ما عندنا مش موجوده هالماشين، اضبط شيء ساعتها انه اذا عم بتصير معه مثلا اكثر من ربع ساعه نص ساعه، بنقول له للمريض انت بس تصير معك هالحاله دغري بتروح على اقرب محل فيك تعمل تخطيط للقلب، اكيد هو كلينيك، مستشفى، مستوصف، باقرب محل فيه يعمل تخطيط، لانه هيدي بتكون اضبط طريقه حتى نلقطها هي وعم بتصير. نعم. لكن نحن ذكرنا الأربع أنواع بس ما حددنا الفرق بيناتهم للمشاهدين، إذا فينا نرجع نقول فرق العوارض بين دقات القلب السريعة أو الأخف أو إذا أوكي كان نحن نحكينا أنا في عنا دقات قلب سريعة، نعم يلي هي القلب بيكون عم بدق بسرعة، فيها تكون دقات قلب سريعة منتظمة أو مش منتظمة، نعم في يكون عندنا واحد بحس برفة قلب إنه دقات قلبه منهم سريعين، بكون قلبه عم بخبط بسرعة، يعني نعم. بحس إنه بضربات قلبه قوية وبتكون بس الضربة قوية بس ما عنا ما فيها تقطيش، ما عنا شيء، وفيها تكون نفس الوقت قوية أو بتكون عم بيصير معه دقات طبيعية، وفي كل فترة بين كل 3 4 ضربات بيجي ضربة قوية بحس فيها. نعم. أوكي؟ هلا هودي في عالم بسموهم قطشي بالقلب أو شيء من هالنوع يعني.
لكن فينا نفوت شوية بتفاصيل شو بيكون عم بيصير مشاكل عند الشخص بقلبه، يعني أي أعضاء من القلب بتكون هي مؤثرة؟ هلأ لنحكي قصة بس يكون عم بحس بضربة قوية. نعم. إذا كانت الضربة عم بحسها مثل كل فترة، يعني مثل ما قلنا دقات قلب طبيعية بعدين بيجي ضربة قوية، بيكون في شيء اسمه بريماتور بيتس بسموها، يعني نعم. بيكون عنده عم تيجي دقة قبل وقتها. بس تيجي قبل وقتها، بالدقة اللي بعدها القلب بيرتاح أكتر شوي، بس يرتاح أكتر بصير بيفوت عليه دم ضغط أكتر، أكثر. سو بيضغط زيادة بالدقة القلب، هيدي الضغط القوي بس ليكبس الدم لبرا القلب بحس فيها نعم. الإنسان، دونك هيدي دقة قلب سريعة بسموها، أو في عالم بسموها رفة قلب، هي بتكون بس إنه دقة قوية، بس هيدي ما بتكون ما بتخوف. نعم. في مرات بيكون واحد عنده شوية ستريس بيقول لك أنا بحس بدقات قلبي بس نام، بس هضينت على المخدة من عشية، بس ما يكون حد شيء، هاي بيكون خاصة بالتعصيب أو ستريس أو أنكسيتي، حدا موسوس شوي أو شيء هيك، إنما هيدي ما بتخوف. هيدي بحس فيها بس بالقلب ولا ممكن كمان تأثر الستريس والانكسيتي على باقي على أعضاء أكيد جسمه؟ الستريس بيأثر على كل الجسم، بصير نعم. يحس مع الأشياء، بحس إنه هالضربة زيادة، أو في مرات تكون عم بحسها بطريقة دقات قلب سريعة، نعم. بس بحس معها كمان بشي عوار تاني، تنميل، تعصيب، لك اوجاع هون وهون بجسمه او شيء هيك، نعم. او ضيق التنفس او شيء هيك. هلا بالنسبه لدقات القلب السريعه، في يكون دقات القلب الطبيعيه عندك، يعني دقه قلبك سريعه هي تسرعت لحالها، نعم. يعني بسبب فقر دم، مشاكل بالغده، تعصيب او شيء من هالنوع، او التهابات معينه، او في يكون سبب لحتى قلبك عم يتسرع لسبب معين، وفي يكون عندك مشكله انت بكهربه القلب، يعني انه قلبك عم عنده مثل مشكله بالكهرباء حتى عم يتسرع مرات. وفي عالم عندهم اياها طبيعيه، مثلا بيكون عندنا عالم خاصه الجن، يعني صغار بالعمر، بيكون عندهم مشكله مثل دقات قلب سريع، بصير قلبهم بيكون عندهم طبيعيا قلبه بدق شوي صغيره اسرع من العالم. يعني ذكرنا عدد وشرحنا كذا وحدة منهم، أيها أخطر وحدة وشو العلاجات لكل حالة؟ رح نبدأ بالبريماتشور بيتس. هلا البريماتشور بيتس هي منا خطره بحد ذاتها، هي نعم. بتيجي من مشاكل معظم الوقت ما بيكون في مشكل، نعم. يعني معظم العالم عندهم اياها، بيكون قلبه عنده هالدقه الزياده بتصير، بس تكون منا كثيره، يعني اذا حدا عمل له هولتر 24 ساعه بين انه ما عنده اياها بطريقه كثيره، وما عم بيجوا كثير مع بعض، وبس يجوا ما عم بحس بشيء ثاني المريض، زملاء ما بيخوفوا. هلا اكيد بهالموضوع بيلعب دور الستريس، الاشياء فيها ستيمولنتس مثل الكافيين، مثل يعني الشاي، الاشياء اللي فيها كافيين، اذا بتفيد واحد الدخان كمان. الدخان، الاشياء اللي اذا واحد بيشرب الكول مثلا، او اذا بياخذ انرجي درينكس مثلا، هودي مرات بيعملوا كتير هالموضوع خطير. هيدا. اوكي هلا في يعني هون بده يغير شوي بنمط هون حياته. حتى اذا نعم. العلاج هو البريفنشن، يعني نعم. بنقول له انه اذا بتشرب قهوه بتخفف، الكول زيت شيء، انرجي درينكس انتبه بتخففهم، على النظام الغذائي النظام تبعك. الغذائي تبعه بده يظبطه شوي زياده. نعم. هلا اذا حدا مثلا عنده مشكله فقر دم لازم ينعرف ليش، اذا حدا مشكله بالغده لازم تتصلح. نعم. هلا في عالم ما عنده مشاكل هودي، انه شوي شوي بنقول لهم طولوا بالكم مع الوقت بتتحسن، والالتهابات كذلك والالتهابات بده كلهم زيت شيء، تتعالج. بدك تحل المشكله اللي هو عم يخليها لدقه القلب يطلعوا. نعم. وفي مرض عنده مشكله بكهربه القلب، مريض ما عنده مشاكل لا غده ولا شيء ولا شيئين ولا شيء، بس عنده مشكله بكهربه القلب بتجي فجأة أو بتروح فجأة، هودي حسب نوعية، إذا في عنده مشكلة كهرباء كمان في كذا نوع، يعني في نوع بيتعالج بالدواء، في نوع بيتعالج أول شيء إذا منه كثير فريكوينت ما بتصير على طول، يعني مرة بالسنة فينا نقول له لا راقب حالك للمريض، أو فينا نقول له بدك تاخذ دواء عند اللزوم، يعني بس تصير معه، بس فينا نقول له مثلا إذا عنده مشكلة كهرباء معينة، مثلا شيء اسمه اس في تي سوبر فنتيكول تاكيكارديا، هيدي مثلا نعم. فينا نشرحها شوي. هيدي بيكون عنده مشكله بقلب القلب، محل ما في ترانسميشن للقلب من فوق لتحت، نعم. بيصير في ريانتري، يعني بصير القلب يدق بسرعه لانه بصير يبرم مثل يعمل سيركل الكهرباء، القلب تطلع وبتنزل لتلوع القلب الفوقاني والتحتاني، بصير يضل يدق بسرعه على القلب، سو هيدي بدنا نعمل طريقه حتى نوقفها هذا السيركل عم بيصير هيك، سو بنعمل شيء اسمه فالسالفا مانوفرز، يعني بنقول للمريض مثلا يشد على حاله، يقطع نفسه، يكبس على عينه او على هون على على مرتقة الشريان هون لحتى يجرب يوقفه. نعم. في كثير حالات بتنفع بيمشي الحال، في حالات ما بتنفع بنقول له بياخذ ساعتها دواء معين عند اللزوم بياخذه بس تصير معه.
او في مرات بيضطر يجي على المستشفى اذا ضلت مثلا كذا ساعه وما عم تنزل وعم تضايقه، ساعتها بده يجي على المستشفى لحتى نعطيه دواء حتى نوقف له اياه. هلا في مرات في عندنا دقات تكون قلب سريعه مع تقطيش، هي مثل ايدر فيبليش، هيدي اجمالا ما بتوقف لحالها بالبيت، هيدي اجمالا بده يعمل فحوصات المريض وبده ياخد لها علاج اجمالا. نعم، في حالات بتودي لعمليات جراحيه؟ هلا هودي بمحلات معينه، اخر حالتين قلت لك عنهم. نعم. يلي بنجرب نحلهم بالدواء عند اللزوم او بالدواء على طول، اللي هن بدلوا على مشاكل بالقلب، انما هوليك ممكن يدلوا على ماشي مهم عوارض بالجسم كله يعني. مزبوط. نعم. سو هودي مثلا في حالات معينه ما يكون الدواء، جربنا الدواء اول مره عند اللزوم بعدين على بانتظام على طول وضل يصير يعمل عوارض المريض. نعم. يعني يدق قلبه بسرعه وزياده، بس يدق قلبه بسرعه بصير بيتضايق منها، يعني ما في يشتغل مزبوط. يعني حسابي انت بتصير معك كل يومين ثلاثه وكل ما بتصير معك ما فيك تشتغل تروح على شغلك، يعني هيدي انترفيرينج مع حياتك، يعني صارت انه ما عم في عم تعرق لك حياتك، ساعتها مجبوره تعملي حل جذري للموضوع. نعم. اللي بيصير هو مختصر الحديث انه بنفوت على قلب القلب وبنحرق المنطقه اللي عم تطلع منها هذه الكهرباء الزياده. نعم. بالنسبة لدقات القلب وقت بده يحس المريض، بده تكون فينا نفرجي للمشاهدين وين اللوكيشن اللي بتكون عم بتحس انت بالوجع؟ يعني اول هلا هو ما في وجع اجمالا. نعم. الا اذا في شيء عم بتصير معه، يعني او انه عم بتصير كثير سريعه. نعم. او انه حدا عنده مشاكل شرايين خلت هالدقه بس تصير تتسرع، بس القلب كثير في ديماند على الديماند عليه وما عادش في اكسجين يكفي، ساعتها بتعمل وجع. اجمالا اكثر شيء بيحس بدقات قلب سريعه، اذا ضايقته يعني خففت له ضغطه بصير يحس بدوخه او بحس انه مش قادر يتحرك، تعبان او ضيق نفس بس يمشي مش قادر يتنفس. هلا هي اللوكيشن تبع اجمالا بتكون بمنطقه الصدر اكيد، يعني ما بتجي بمنطقه معينه سبيسيفيك، يعني بمنطقه معينه اجمالا بمنطقه القلب. يعني بحس المريض كانه في بلاطه ولا مش هيدا هو الاحساس؟ لا هذه مش بلاطه، البلاطه قلنا اجمالا تكون اذا في مشكله ثانيه معها. نعم. او اذا حدا كبير بالعمر وصارت معه مثل عنده شوية شرايين مسكرين وبنفس الوقت صارت معه وهو بحاجة ليكون عم يدمع عم يجري بطريقة ستاب، يعني وعلى دقات القلب سريعة خف البرفيوجن، يعني خف الدم اللي بيجي على شرايين القلب وبالتالي على العضل تبع القلب، ساعتها بحس بالبلاطة. قد في أشخاص من بعد وقعة أكل ثقيلة بحسوا بعوارض؟ هون نحن بنكون كمان بالبالبيتاسيون كاردياك ولا لا؟ لا هلا هني هلا معظم العالم بس بيتضايقوا، بس هو ما بيتضايقوا من العوارض خاصه بالقلب اجمالا. نعم. هلا ايه في عالم بتصير معهم، بس هي منا بحد ذاتها سبب ليصير عنده دقات قلب سريعه، الا اذا عنده استعداد المريض مثلا، ساعتها بتصير معه هيدي الخبريه. المتابعة من بعد ما قلنا رح نعمل العلاج هي بالمبدأ بتكون بس للحالتين اللي ذكرناهم الأخيرين، مش لما نحن بنعمل بريفنشن على ستريس وباقي القصص. هلا نحن أكيد الحالات اللي بيكون بس القلب عم بدق قوي أو قوي مع شوية دقات. نعم. زيادة، هودي إجمالا ما بيخوفوا. معظم الحالات هودي علاجهم بنطمن المريض إنه ما في شيء بيخوف، كنترول الستريس، كنترول للأشياء اللي عم تخليها تبين مثل مشكلة تدخين مثلا، الكول، اشياء فيها كافيين، شوكولا، هالاشياء هيدي. سو بس متابعة بس لحتى نتأكد انه كله. نعم. عم يتابع هذا الموضوع المريض. بس ما بدهم متابعة يعني لانه معظم الوقت ما بدهم دواء. بينما هوديك الباقيين خاصة حالة الاتريال فيبريليشن يعني هيدي يعني في عالم كثير بتروح بتجي عندهم اياها وما بيعرف امتى بتصير عنده اياها المريض. دونك هيدي بدها متابعه اكثر من غيرها. نعم. وبدها كثير وعي من المريض انه عم بتصير معه ولا لا، لانه هيدي اذا انتركت قديه خطورتها؟ فيها تعمل جلطات اول شيء. نعم. وثاني شيء بنفس الوقت بصير يضعف العضل، يعني اذا بعدهم دقات قلبه ترى كثير سريعين وما عم بحس فيهم على طول، بس معظم الوقت عم بيكونوا سريعين بصير يحس انه عم يتعب عم يضيق نفسه او شيء هيك، ومع الوقت في عالم بيضعف عضلة القلب عندهم. نعم. في شيء بعد نصيحة كرمال رفة القلب للمشاهدين نقدر نعطيهم اياها او شيء ما ذكرناه بعد؟ هلا هو النصيحة اهم شيء انه الانسان يضل يعرف شو عم يصير بجسمه. واعي على حاسس بجسمه وتفاعلات جسمه. يعني الواحد ما بده يزيدها بس بنفس الوقت ما بده يخفف اللي عم يصير معه.
يعني في كثير عالم بيجوا لعنا بيكون صار له عم بيصير معه مشاكل صار له فتره، ومعتبرها مشي مهم، بقول لك هيدي غازات، هيدي خاصه بالمعده، هيدا مصران الغليظ، هيدا ما بعرف شو، وبكون بالفعل عنده مشكله بدقات القلب. سو ما بدنا نزيدها، بس بنفس الوقت الواحد مثل ما بقول يسمع لجسمه وشوف شو عم بيحس. يعني هلا عم بتصير معه مثل انا عم بيصير معه ضيقه نفس، بس تصير عم بغيب عن الوعي، عم بيدوغ، مش قادر يتحرك، مش قادر يكفي شغله مثل العالم. هودي عوارض بخوفه، او مش ضروري يخوفه يعني، بس اتليست ان المريض يكون ينتبه انه هودي سينيال انه والله في شيء لازم انا اتاكد انه ما في شيء بخوف بجسمه. وفي حال الانسان منه مثل ما ذكرت انه هو عم بيسمع لجسمه، باي عمر مفروض يبلشوا يعملوا فحوصات معينه تنقدر نكشف اذا في شيء حاله مرضيه؟ هلا بالنسبه لدقات قلب شيء ما في شيء انه ما بينعمل فحوصات هيك انه والله انا بدي اشوف اذا عندي دقات قلب اعمل تخطيط مثلا. نعم اكيد في فحوصات ببلشوا ينعملوا للموضوع اللي بالاجمال للوقايه من امراض القلب، مثل ما بنعرف يعني يفحص واحد ضغطه، نعم يفحص كوليسترول، يفحص سكري، هودي الاشياء يلي هن ريسك فاكتورز، يعني هن بيحطوا المريض الشخص على استعداد انه يصير عنده مشاكل القلب بعدين، خاصه اذا زياده هيك عنده مشاكل قلب بالعائله، يعني عنده حدا بلش يعمل مشاكل على عمر صغير، يعني زلمه تحت ال 55 او مره تحت ال 65، او اذا عندهم حدا مات بالعائله على عمر صغير ما حدا مش معروف ليه فجاه مات، مثلا شاب عمره 30 سنه 40 سنه بنسمع فيها مرات. نعم كان عم بيعمل سبور دغري فجاه راح فيها او نام وما وعي او شيء. سو هودي مثل كمان سينيال انه والله انا لازم اشوف شو في، لانه عندي بالعائله مشاكل زياده على اشياء معقول تبين مع العمر. يعني كل هالاشارات لازم يضل الواحد مصغي لها. ذكرت الكوليسترول قد ايه ممكن كمان يكون عم بيلعب دور بمشاكل القلب، فينا هيك شويه تشرح لنا اي نوع كوليسترول نحن بنشوف تا نعرف اذا نحن عندنا مشكله، واي مشكله قلب ممكن يؤدي وجود الكوليسترول بالجسم؟ هلا مثل ما بنعرف في عندنا للمشاكل القلب اكثر مشاكل بتصير معنا هي مشاكل الشرايين. نعم يعني السي اي دي الكورونري ارتري ديزيز، والمشاكل الشرايين هودي هن ال بيجوا من وراء تسكير بالشرايين. نعم هلا يسكر هالشرايين بده يكون في صار اشياء لحتى خلته يسكر مع الوقت. الشريان بطبعه ما انه مسكر بس يكون عندنا اياه، بس يولد الولد صغير ما عنده شرايين مسكرين، واذا الفحوصات الاولاد اللي عملوا فحوصات كوليسترول على الصغر بيكون عندهم كوليسترول كثير واطي. نعم بس يبلش يقبل الانسان طريقه اكله او شيء هيك اللايف ستايل تبعه نمط حياته بصير يطلع الكوليسترول عنده. هلا اجمالا في شيء اسمه ذا كارديو فاسكولار ريسك فاكتور، يعني هن الاشياء اللي بتخلي يصير عندك استعداد يصير عندك امراض بالشرايين. نعم كان القلب ولا برات القلب اللي هن إن حكينا بالمختصر الدخان، الضغط، السكري، الكوليسترول، النصاحه، اذا حدا عنده قلنا امراض بالعائله بالقلب هودي بسموهم ريسك فاكتورز. هلا بالتحديدا الدهنيات بالجسم يلي هو الليبيدز بنسميها مقسمين لكوليسترول وتريجليسيريد. نعم والكوليسترول مقسم للكوليسترول المنيح والعاطل. نعم المنيح يلي هو ال HDL والعاطل هو ال LDL. سو هون ال هل LDL هو اذا عالي اكيد بيصير بيضر ايجابي، وال HDL اذا وطي كمان بيضر لانه هيدا عم بيحميكي وهداك ما عم بيحميكي، اضافه اذا حدا عنده ضغط عنده بدخن كذا كذا. سو نحن اللي بنعمله اجمالا نحن نشوف اوكي هل يا ترى انت الكوليسترول عندك عالي واطي كفايه ولا عالي نعم. زياده على اللزوم. كنا بزمان بالزمانات نطلع على رقم معين انه انت لازم يكون عندك ال LDL هالقد، او اذا عندك مثلا انت بتدخن وعندك ضغط وسكر لازم يكون مثلا تحت ال 100 مثلا. نعم اذا انت عندك بس بتدخن وعندك شوي او عندك ضغط لازم يكون مثلا 115 او 130. هلا صرنا ما عدنا نطلع على ارقام، نطلع على ريسك، يعني بنشوف انت كشخص قد ايه عندك ريسك من هلا ل 10 سنين تعملي مشاكل بالقلب، لانه النتيجه نحن ما انه هدفنا نوطي ارقام. صح يعني في عالم يكون عنده الكوليسترول عالي ولا واطي ما بيحس بشيء. نعم نحن هدفنا بنتيجه نخفف ريسك انه يعمل واحد او مشاكل بالقلب.
نعوري. سو هلا وكل هال هال الريسك فاكتورز بدنا نقول يعني ضغط وسكري وكوليسترول والعمر والاتش دي ال بنحطهم كلهم وصلنا بفورمولا معينه. نعم. وبنعمل كالكيول لريسك اوف هافينج هارت بروبلمز، يعني قديش الريسك من هلا لعشر سنين انا كشخص اذا عندي مثلا ضغط وكوليسترول وسكري يصير عندي بروبلم بشرايين القلب. نعم. وبنعمل كالكيول لهالريسك واجمالا على اساس هذا الريسك بنقرر اذا بدنا نعمل علاج. يعني اول شيء اذا بدك علاج يعني بنبلش اجمالا بالوقايه. نعم. اثنين اذا طلع بدك شيء اكثر من الوقايه بدك علاج، بنقرر كمان قديش الانتنسي تبع العلاج، يعني في يكون بدك علاج مثلا بدواء كوليسترول عيار خفيف او بدك عيار عالي. نعم. وقديش لازم يتوطى الكوليسترول، ما بطلنا نوطي رقم، بنوطي بورسنتاج. يعني اذا حدا عنده ريسك تبعه مثلا عالي فوق 7.5% بدنا ننزل هذا الريسك ب 50%، ال دي ال يعني الكوليسترول ب 50%. يعني حدا عنده كوليسترول عالي هذا لانه ريسكه عالي بدي وطي له الكوليسترول اكثر من غيره، لانه بدي اجرب قد ما فيي سيطر على الريسك انه يعمل مشاكل القلب، يعني خفف هالريسك. حدا عنده اياه شوي عالي الريسك تبعه بالنص، يعني بسمح لحالي انه وطي له الكوليسترول اقل شوي صغير من هيداك لانه ريسكه اقل دونك انا ماني بحاجه وطيه كثير قد هيداك الشخص. شو هن العوارض اللي رح يحس فيهم الشخص اللي عنده كوليسترول عالي؟ وهل الكوليسترول اذا كان عالي ممكن يؤدي لرفات قلب مثل ما ذكرنا باول الحلقه؟ هلا اجمالا في كثير عالم بيقول لك انا عندي كوليسترول عم بحس، او بيقول لك عم بحس عندي رفه قلب، عملت فحص كوليسترول طلع عالي. نعم. ووطيت الكوليسترول تحسن. اجمالا ما في صله. اوكي. اجمالا الكوليسترول بحد ذاته ما عنده، ما في صله بينه وبين بين رفات القلب، او حتى ما في صله ديركت انه والله انا الكوليسترول عالي عمل لي مثلا هو الجلطه بكره لانه علي امبارح او شيء. في عالم بيقول لك لا، هو الكوليسترول بيشتغل على المدى الطويل، يعني في عندك شرايين عم يتعيضوا عم يتعرضوا لكوليسترول، ثاني شو بيدخن عم يتعرضوا للتوكسين اللي جاي من الدخان، او اذا في ضغط كمان في ضغط على الشرايين، كل هؤلاء بيعملوا التهاب بالشرايين. هالالتهاب بخلي بشد الكوليسترول عليه لحتى يصير يجمع فيه، شوي شوي بيصير هالشريان يسكر، بيصير يكلس كمان مرات، بيصير يسكر. هلا هو العوارض اللي بيحس فيها الوقت هي تجي من وراء تسكير الشرايين. نعم. مش من وراء ارتفاع الكوليسترول بحد ذاته. نعم. هلا في مرات حالات معينه بشوف اشي على جسمه المريض اذا عنده كوليسترول كثير عالي، مثل شو؟ او تريجليسيريد عالي، بيصير مرات يشوفوا مثلا مثل حبوب بيضاء تحت العين او على الكوع، على الكوع او مرات على الايدين. مرات ولا حبوب ليبيد. ايه مزبوط. اكزانتوما اكزانتيلاسما بيسموهم. في مرات بيصير المريض اذا عنده تريجليسيريد كثير عالي بيعمل اوجاع بالبطن. سو هودي اشاير. ايه اشاير، بس هودي ما بيعمل يعني هودي يلي عنده كثير كثير عالي الكوليسترول. نعم. هودي ما بيجوا من الكوليسترول يلي معظم العالم عنده اياه، يلي هو شوي صغير اعلى من النورمال اكثر شوي. يعني بيبقى فحص الدم الدياجنوستيك الوحيد. موجود. زي ما اجمالا فحص الدم كانوا من زمان يقولوا بتعملوا بعد الأربعين. في حسب اي سوسايتي مثلا، في عالم بيقول لك مثلا بتبلش على 18، واذا نورمال بتصير تعيديك الخمس سنين، اذا بلش يعلى بتصير تعملي كل سنتين. سو حسب اي جايد لاينز الواحد بده يتبع، بس بالاجمال اذا منتابع الموضوع من صغر ساعتها فينا نحمي على كبر. قد ايه الادويه اليوم والماده اللي فيهم ممكن تكون مضره بتوطيه الكوليسترول؟ هلا مثل ما قلنا في عندنا الكوليسترول وعندنا التريجليسيريد، عندنا يعني الكوليسترول وعندنا الشحم بالدم. نعم. العلاج كل وحده لحاله، انما كل وحده بياثر على الثانيه. يعني دواء الكوليسترول بيشتغل على الكوليسترول بحسب قوه الدواء، في نزل الكوليسترول حتى 50-60%. نعم. وفي ادويه جديده بتنعطى حقا بتنزله حتى لحوالي 70-80%. هودي الادويه تبع الكوليسترول اجمالا بينزلوا شوي صغير التريجليسيريد 5-10% مش اكثر. ادويه التريجليسيريد بالعكس بيشتغل على التريجليسيريد اكثر شيء، بينزلوا 30-40%. وفي منهم بينزلوا الكوليسترول شيء بسيط، بينزلوا شيء 5-10-15%. واثنيناتهم بنفس الوقت ما احتمال يعلوا الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول بنسبة كمان بتتفاوت بين 5-10% مش أكثر.
اوكي. هلا ادويه الكوليسترول بطبيعه الحال في عنا بلشوا من 30 40 سنه وتطوروا، صار في عنا مع الوقت ادويه اقوى. نعم. الاشياء اللي بخاف منها اكثر شيء الانسان هي، يعني بتسمع العالم بيحكوا عنها، هي اوجاع المفاصل او مشاكل بالعضل بالجسم، او في عالم بيقول لك انه عمل لي مشاكل بالكبد او علي لي انزيم تبع العضل كمان، وقليل قليل قليل بيأسوا على السكري وعلى الكلاوي. بمعظمهم البورسنتاج انه يأسوا كتير 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 قليل. يعني اجمالا اذا الواحد بيعطيهم بانديكاسيون واضحه، يعني والله انا عملت له كالكول هالزلمه طلع انه ريس تبعه عالي، جرب يعمل دايت ما تحسن، صار اكيد بده دواء. يعني مثل ما بيقولوا the benefit outweigh the risk، يعني الفائده تبعهم اكثر من الضرر تبعهم. نعم. هلا طبيعه الحال اذا قلت لي شخص عمره 20 سنه وعنده شويه كوليسترول شيء بسيط، حرام تبلش له، وريس تبعه كثير واطي، هذا اكيد ما لازم نبلش له. واحد اول شيء صغير، ثاني شيء مش اكيد راح يفيده على المدى الطويل بلا ما يعمل له ضرر على المدى الطويل. سو هذا ما ضروري نبلش له بسرعه الدواء، بده متابعه، واذا انه عم بيزيد كثير ساعتها بنزيد له الدواء. شخص عمره 70 سنه عنده سكري وعنده ضغط وكوليسترول عاطل، هذا اكيد انه افضل نبلش له دواء، لانه اكيد راح نفيده. الافاده من توطيه الكوليسترول حتى ولو معقول يعمل له مشاكل الدواء وعنده احتمال ضئيل مثل ما قلنا، احسن من انه ما ياخذ الدواء، لانه ريسك انه يعمل مشاكل بالقلب او بالشرايين بمحل ثاني اكثر من الريسك تبع الدواء. نعم. يعني هلا مثل ما في رح وصلنا لختام حلقتنا، بس بدي اختم انه مثل ما ذكرت لكن الكوليسترول مع الالتهابات بالجسم هن بيلعبوا دور لا يؤدوا الى تسكير الشرايين ومن ثم لامراض القلب. واكيد كمان مثل ما قلت انه الكوليسترول منه موصول مباشره برفات القلب. بحب اختم معك بهيك معلومه صغيره للمشاهدين كيف بدهم يهتموا بقلبهم ويتوقوا اكثر. سو هي مثل ما بقولوا اهم شيء الوقايه. نعم. يعني اهم من انه الواحد ياخذ دواء هو انه ما يوصل لمشاكل القلب. يعني هي اهم شيء الاكل، كل واحد عنده. كمان انا مش من يلي بحبزه يلي بيعمل دايت جمعه جمعتين ثلاثه انتانس ودغري بعدين بيرجع بيفلت على الاكل. هو الواحد اذا عنده شويه كوليسترول او بلش يبين عنده يبلش على كثير يعمل لايف ستايل موديفيكيشن، يعني يغير شوي شوي تدريجيا طريقه. نعم. اكله، يخفف الاشياء يلي فيها دهنيات، يلي فيها اشياء مثل نشويات، اشياء يلي فيها سكر وحلو، بطريقه انه يخففهم شوي شوي. بس انه يضل يكون مرتاح باكله، يزيد البورشنز تبع الخضره والفواكه باكله. نعم. ياكل بانتظام 4-5 وقعات بالنهار، مش وقعه او اثنين بس. وزياده هيك يفوت الاكزرسيس والرياضه بحياته، هيك بيتفادى اول ما في اول شيء انه يطلع الكوليسترول عنده، واكيد بيتفادى انه يعمل مشاكل بالقلب. زياده هيك اكيد الاشياء الثانيه مثل يخفف الملح اذا عنده ضغط، اذا عنده دخان بيوقف الدخان، السكري بينتبه له اذا عنده سكري. سو هودي كلهم بالنتيجه بيحموه من مشاكل بالمستقبل. دكتور نادر الغريب، بدي اتشكرك كثير على حضورك معنا وعلى المعلومات اللي اخذناها فيها، وان شاء الله بنلتقى الاسبوع القادم. من الله راد. الله راد. ثانك يو مشاهدينا، بريك ومنتابع معكم، خلوكم معنا.